أما بعد، إن في الدنيا جنة من جنان الآخرة، رأيت بعيني هذه بعض سكانها وهم في الدنيا. رأيت كيف كانوا يتمتعون بحلاوتها والراحة النفسية التي فيها، وأنت يمكنك أن تحس بهذه الجنة عندما تفوض همومك إلى ربك. لحظتها ستحس وكأن هذه الهموم قد انتقلت من قلبك إلى مكان آخر. لماذا؟ لأن الله طلب منك أن تتوكل عليه، فأنت فعلت بالضبط ما طلبه منك، وأنت متأكد أنه سيلبي لك طلبك. قال تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ أنا يا ربي عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، توكلت عليك. فإذا توكلت عليه فكأنها نار انطفأت، لا قلق ولا تفكير ولا هم ولا غم. فيا الله، ما أحلى التوكل، ما أبرده على النفس. مسكين من لم يتوكل على ربه، والله مسكين من لم يشعر.